السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي الاعزاء، اليوم جبتكم هذا الساس كيتواجد من منطقه كزنايا، جا ما بين بدروين وفريحين، وجا قريب من الشارع غير بدار واحده. ها الشارع الرئيسي فين هو؟ جا قريب من قهوه بروكسل. قلنا مساحه 77 مترو. هذا الساس مبني بالرخصه ديالو. هاد الزنقه فيها ما بين 7 مترو ونص 8 مترو كما كتشوفوا معايا خوتي. دايز ضو الماء، دايز واد الحار. خليكم معايا في الفيديو باش نوريكم الموقع بالضبط. كما كتشوفوا الاساس مبني، الثمن كيقول مولاه 6300 درهم، فشي بركه المفاهم. ها هو بدار وحده على الشارع. ها الشارع فين؟ هذا الشارع الرئيسي ديال بدريوي. ها بدريون هي هنايا، وهنايا كاينه فريحين. ها فريحين هنا، ها مواصلات كلشي هنا، قريب من المدرسه، قريب من السوق ديال بدريون. السوق بدريون هنا مع الدوره بدار واحده. انا خوتي العزيز، ها الساس لا سقف هذا الدرم، ها الاتجاه، موقع مخير 6300 درهم. اللي بغاه مرحبا، الف مرحبا خوتي. ها هاد الزنقة هيدك 7 متر ونص، ما بين 8 متر و 7 ونص. هيدا غتجيك الدرب الكراج تما تدخل الطوموبيل ديالك. هادي المعلومات اخوتي العزاز، قلنا 77 متر سي، يعني مولا خارج الرخصة ديالو، بنا الساس. دابا حاليا الرخصة موقفة، ولكن قريب يطلقوها، غادي تطلق الرخصة كما كتشوفوا اخوتي العزاز. الشارع متسع، ماشي شارع مضيق، باقي الزناقي غيصلحوه. سي موقع مخير، احسن موقع في كزنايا. هي بدار وحده على الشارع الرئيسي، ها دار وحده على كودرون. ها كودرون طريق رئيسيه، مواصلات، مدرسه، السوق، المهم كل شيء عامر تما تبارك الله، الخضاره كل شيء كاين تما. والساس ها هو فين اخوتي العزاز، بانه مولا على الصح كما كتشوفوا معايا. وهنا يا بني اللي بغيتي، مثلا بغيتي تبني شي 4 طبقات، عندنا شي مشروع ذكرى، المهم تيناو. ها هو الساس، الصاله ديالو مزيونه مربعه مخير. من هنا كما كتشوفوا هادي الزنق، هايديك 7 متر ونص 8 متر، يعني متسع. هاتجيك الدرب الكراج، وهنا الساس ها هو كما كتشوفوا من تما 11 متر ضد الطول، والعرض 7 متر ونص. ها العرض 7 ونص، والطول 11 متر. الطول هي الهايد. هادي المعلومات اخوتي العزاز، الا كان شي واحد معقول عنده الغرض، عنده الغرض اخوتي، 6000 درهم يبيعوا مولاه 6000 درهم للمتر. ما تنساوش بالارض ساويه الثمن هنا يا اخوتي، حيت راه جات قريبا الشارع، موقع مخير، ما كاينش تكركب العقابي، جات واطيه ودار وحده على الكودرون. ها اللي بغاه مرحبا، نعملو موعد ونجيبك تشوف هذا الساس ونتصلو بمولاه، وما يكون غير بخير ان شاء الله. كما كتشوفوا معنا خوتي، هذا هو الموقع بالضبط. شي كيفاش غادي تجيك الدار مشمشه كما كتشوفوا، الموقع مخير. هذا الرقم اخوتي غيخليكم في الشاشه، فيه الواتساب، اللي كيجبر الخط من الشغل ما جاوبتوش يخلي لي واحد الرساله صوتيه عبر الواتساب. بعض المرات كنكون مشغول، كنمن موعد مع الناس، كنصور شي عقار. هانا خوتي العزيز، ها الطريق الرئيسيه، الطوبيس كدوز من هنايا. المهم عندك مدرسه بريفي، كاين مدرسه ابتدائيه ديال الدوله، بقاقل، محلابات، كاين دروغريات هنايا. المهم الدنيا عامره، كلشي كاين هنا. ما نطولش عليكم فيديو. السلام عليكم.